الإخوان كاملين كانوا هنا كان اتفاق واحد جاء واحد أننا مع مكناس وضد أي شخص بغي يستغل واحد المنصب من أجل باش يحارب مكناس. مرة أخرى أقول الصوت مزيان الآن الإخوان عطونا إشارة الله يجازيكم بخير. نعم خويا زكريا. مرة أخرى أكررها أن في مجلس 51 عضو تم شنو القرار اللي اتخذ اليوم أو نقول المجلس؟ وسحب الثقة من الرئيس. فهذه رسالة سياسية لكل سحب الثقة. سحب الثقة من الرئيس من أغلبية مطلقة أكثر من 50 مستشار. وشكرا لكم. شكرا زكريا الصالحي. مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تي في وكما كتابعوا معنا دائما هو على المباشر الاراء ديال العدد ديال المستشارين وكذلك نقربكم لا من الاغلبيه ولا من ومشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في كنحاولوا ناخذوا الاغلبيه والمعارضه كذلك وناخذوا كلا الطرفين باش نوضحوا الرؤيه للمتتبع المكناسي وما يقع داخل المجلس جماعه مكناس. اليوم كنسمعوا انه القرار ديال المجلس انه اتخذوا انه يتم يعني سحب الثقه وهذا القرار ماشي سهل لانه في ابعاده السياسيه. غنحاولوا مشاهدينا نقربكم من التزامات داخل هو دائما مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في غنحاولوا ناخذ الراي ديال النائب الاول للسيد رئيس السيد مولاي عباس المغاري واللي مولاي عباس مولاي عباس مرحبا. شوف الوضع هي مولاي عباس كما كتابعوا معنا مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في هنا النائب الاول ديال الرئيس اللي هو اللي قاد اشغال هذه الدوره هذه. بغينا ناخذ من عنده تصريح حول ما يقع بالمجلس لكن للاسف الامتناع هو ما كنعرفوش علاش كتدبر الامور بهذه الطريقه داخل هذا المجلس. شي ساكت وشي كي ما فهمناش يعني هنا السياسه هي نوصلوا للمواطن ما يقع بالضبط اشنو واقع لان هذا الشيء يهم مصالح المواطنين. هنا كنتمنى انه يعني يكون راسي عام مشاهدينا كما قلنا مشاهدينا غنحاولوا ناخذوا معنا عضو من المعارضه السي اسماعيل من المعارضه اغلبيه كاع سيدي اسمح لينا. نعم السي اسماعيلي شاد 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 يعني سبب غياب الرئيس واش كاينه شي اسباب معقوله؟ الساكنه المكناسيه دابا واش غادي تبقى تقلب واش هذا جا واش هذا ما جاش؟ فينا هما الطرقان؟ فينا هما الاناره العموميه؟ فينا هي المشاريع المهيكله الكبرى؟ حقيقة هذا ما صوته الناخبين على هاد المستشارين لأننا اليوم كنتواجدوا بمجلس جماعة مكناس. هذه دورة استثنائية اللي طلبوها بعض المستشارين اللي هي تفوق الأغلبية. هي ملزم أن 47 تقريبا 47 هي ملزم الرئيس أنه يترأس هاد الدورة لكن للأسف الشديد الرئيس تغيب عن هذه الدورة. لا نعرف لمدى هذا التغيب لا نعرف لما هذا التغيب لكن ما هو
ما هو ضروري وما هو ما نؤكد عليه أن مصلحة سكنة الكناس هي الأولى، لأن هذا بفضل سكنة الكناس هذ المستشارين هما هنا داخل. شفنا قرار صعيب لسخاد اليوم اللي هو القرار ديال أنه المجلس السيد نفسه أنهم خذوا قرار ديال أنه سحب الثقة من الرئيس، وكيف كيف ما قلت المجلس، هل هو قرار سوف يتم تفعيله أو قرار سياسي فقط لي؟ وهذا ما نتخوف أنه ما يكونش قرار سياسي، لأن القرارات السياسية خطر على المدينة، خطر على السكينة، خطر على المصلحة العامة. احنا بدورنا المصلحة العامة هي الأولى. هنا المجلس كل شيء كيقول لك المصلحة ديال الكناس، أين الخلل؟ لأن المجلس كامل تيقول لك المصلحة من أجل مصلحة الكناس، واش الخلل في السكينة؟ وحتى الرئيس راه كيقول لك من أجل مصلحة الكناس. حتى الرئيس هو تيقول مصلحة الكناس. إذا مصلحة الكناس يبقى المجلس هكا. إذا الخلل فين؟ ما نتخوف أن يكون مزايدة سياسية هنا. أنا بدوري خارج هذه الدائرة هذه، لأنني أنا دائما ما غتغرضش في هذا السرب. لا دائما أنا الموقف ديالي يكون دائما في الاتجاه الصحيح، لأنني أنا ما غادي أنا ما يمكنليش أنا نتجه في شي طريق اللي هو غادي في مزايدات سياسية أو في خلافات أو علي، لأن مصلحة المدينة هي الأولى. وكيف ما شرحت لك من كل شيء كيقول مصلحة المدينة، المجلس كامل تيقول لك عنده الغرض بصحة المدينة. إذا اليوم راه كيتبين لي واقيلا الخلل في السكينة ماشي فينا حنا في المدينة نيت. نعم شكرا لك خويا على الصراحة ديالك. نعم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، تحضر معي مستشارة عن المعارضة عن حزب الأصالة والمعاصرة الأخت سعيدة، تحياتي لك كوجه شاب دخل الممارسة السياسية. أش هاد الشيء واقع؟ اللي واقع هو في هاد خصوصا في هاد الدورة الاستثنائية هذه جات باش نبينوا للسكينه المكنسيه انه هذاك الشيء اللي كيروج على لسان الرئيس في مواقع التواصل الاجتماعي اننا حنا كنحاربوا باش ما يسيرش هذه المدينه، اليوم هو اللي ثبت انه كيحارب نفسه وانه غير يعني ماشي كفاء باش انه يسير هذا المجلس هذا او هذه المدينه بصفه عامه، لانه اليوم كما كتلاحظوا تغيب على الجلسه اللي هي ضروره غنناقشوا فيها مصالح هذه المدينه هذه، بينما اللقاء التشاوري اللي كنلاحظوا ان الموت ديال الاخت ديالو يعني حضر ليه وافتتح وجلس ياخذ ليه الماراثون جا ليه رغم ان الموت ديال الاخت ديالو. دابا الوعكه الصحيه اللي غادي تكون جاتو غالبا شنو هي؟ ماشي شي حاجه اللي كغا باش انه يتغيب على دوره استثنائيه كتهم مصلحة ديال المدينه. شنو كانت من نقطه مدرجه اليوم؟ كانت 16 ولا لا كانت 11 نقطه بما فيهم جوج ديال النقط اللي حنا حطيناهم ك47 مستشار ومستشاره باش نناقشوا الوضعيه الماليه ديال 6 اشهر، وكذلك البنيه التحتيه واتفاقيه الشراكه اللي درنا مع سميتو باش نعرفوا اين المآل الى هذه الاتفاقيه. اذا ما كاينش شي نقط صعاب ولا شي حاجه محرجه، انما هو غنظن انه ما عندوش عرض اللي يقدموا السكينه ولينا حنايا كاعضاء معاه باش يقول لنا فوالا شنو كاين في هذا المجلس هذا، شنو درت في هذه الست اشهر هذه، ما عندوش. فقرر الهروب، يعني انا بالنسبه لي هذا هروب ماشي عدم تواجد، الخوف هذيك الانانيه في التسيير والاحاديه والانفصام عن هذا المجلس هذا هو النتيجه ديالو اللي اليوم كنحيدوا الثقه ديالنا من هذا الرئيس اللي غير صالح بتاتا لهذه المدينه هذه. شكرا لك اختي. وهنا سؤالي سعيد قبل من وانت يعني سولت الناس ديال الاغلبيه، نسولك انت من المعارضه، هذه المساله وهذا القرار اللي تخاد ديال سحب الثقه وانسحاب من الدوره، واش سحب الثقه من الرئيس، هل هذا قرار يعني اللي تخاد على مستوى جميع مكونات المجلس، ام هي مزايدات سياسيه من اجل كسب بعض النقاط والربح الوقت و كنعرفوا السياسيين كيلعبوا هذه اللعبه خصوصا ديال التشكيله الحزبيه اللي كتكون منها المجلس اللي هي صح. هي بالنسبه لهذا السؤال هذا يعني كيتطرح مرارا وتكرارا حاليا، يعني منذ بدايه فاش حطينا هذاك الدوره الاستثنائيه ليومنا هذا كيقولوا واش هي مزايدات سياسيه ولا الى اخره. لا ماشي مزايدات سياسيه بالنسبه لنا حنا كموقع معارضه، فاحنا من الاول رافضين الطريقه باش بدات المجلس ورافضين اي تصرف كيدير، يعني كانت عندنا رؤيه مستبعده اللي اليوم كتشوفوا الوقائع ديالها حاليا اللي كيوقعوا. بالنسبه للاغلبيه اللي كانوا وضعوا الثقه في السيد الرئيس رغم الاشكالات ورغم هذا قالوا غنزيدوا بهذه المدينه الخدام، الا انه توضح انه حتى في المكتب ديالو ما عندوش اغلبيه، ظل فقط هو واحد معارك. نعم سمعنا اليوم ناس من الحزب ديالو معاه في نفس الحزب ومن الاغلبيه. نعم قال لك حتى داخليا ما كنتواصلش. صحيح، لانه انا من الحزب انا ديالي الرئيس من الحزب ديالي، يعني خصني يكون اي حاجه
حاجه اللي العلم بها، اي حاجه نخدموها كاملين. اليوم كنشوف بانه فاش خط التواصل ديالو حتى مع الحزب ديالو، يعني هو ولا بوحديته كيسير هذه المدينه بوحديته، ما باغي يسير مع حتى شي حد، فاذا به لا يصلح المدينه وسحبات الثقه باغلبيه ومعارضه، وهذا هو اللي كاين. شكرا لك سعيده وتحياتي لك وبون كونتينياسيون. مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي كما كتابعوا معنا، هنا هي الاجواء هنا من مجلس جماعه مكناس اللي كان اليوم هنا قاعة المؤتمرات. كان اليوم غادي نحاول مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي كما كتابعوا معنا وعلى المباشر، ما زالت هنا العدد من الأعضاء معي، عدد من المستشارين المشاهدين كما كتابعوا اللي مازالين يعني كينتظروا وشوفوا يعني ما آلت إليه الأمور هنا بمجلس جماعة مكناس. واليوم دورة استثنائية لم تعقد، نعم مشاهدينا كما قلنا، فقبل قليل حاولنا مع النائب الاول للرئيس السي المغاري باش ناخذوا يعني الارتسامات ديالو وناخذوا يعني تعليقه على ما يقع هنا داخل المجلس، لكن كما كتابعوا معنا هو على المباشر، هذه هي الاجواء من مجلس جماعه مكناس ومن الدوره الاستثنائيه اللي دعات لها اكثر من 47 مستشار. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، واللي سمعنا الان انه تمت قراءه بيان لهذا هذه الدوره واللي من خلاله تم يعني اخذ قرار سحب الثقه من الرئيس وكذلك الانسحاب من هذه الدورة، في انتظار ما ستؤولي إليه الأمور. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كان معكم مراسل القناة منير معطاوي من هنا من مكناس من قصر المؤتمرات من القصر البلدي. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي وبالضبط قاعة المؤتمرات، إلى اللقاء.